برحب بيكم طبعا، رجعنا تاني بعد الفاصل مع الباشمهندس احمد اللي منورنا ومشرفنا، ربنا يخليك يا شيخ وندي محمد. الجايزه كده ونقول لك الف مليون مبروك. بالأول بحب أدعي حضرتك يا دية الله يخليك، المصحف الشريف، الله كل سنة يخليك، وحضرتك طيب، بارك الله فيك، ربنا اشكرك يخليك اشكرك، ربنا يعزك ربنا يخليك، تسلم يا ربنا باشمهندس، يخليك ربنا تسلم، يخليك ربنا حبيبي يعزك يا رب. ربنا يخليك. قول لي بقى، انت منين؟ من عين شمس؟ احنا من احمد ورابع عين شمس. من احمد عرابي. تمام، انا كنت في احمد عصمت، قلت لك في الفاصل كده، كنت من يومين كنت هناك. والناس الجميله طبعا عين شمس، وبروح هناك كتير جدا، اصدقاء ربنا كتير يبارك جدا ليا في لحضرتك. العرب بالذات. احنا في العرب. والله اهلا وسهلا، اهلا اهلا وسهلا، بيك اهلا اهلا وسهلا. بيك. انا ببعت لزمايلي كلهم موجودين هناك احلى تحيه من برنامج احنا اصلا شرقاوه من اهل الكرم. الحمد اهلا لله وسهلا، اهلا الحمد وسهلا لله يا اهلا باشمهندس. بيك. مين اللي اتصل بقى؟ عبد الرحمن ابن الصغير. عبد الرحمن ابنك، ما شاء الله، من وراك بقى ولا هو قال لك؟ لا هو كان قايل لي ان هو هيتصل وخدها الحمد وانت لله. قلت له اتصل ولا قلت له لا يا ابني المسابقات دي ما لا بتبقاش لا مضمونه احنا والحاجات دي؟ في ثقة في حضرتك وفي البرنامج، الله طبعا احنا يخليك، الله متابعين يخليك البرنامج يا من اول ما باشمهندس، طلعت حضرتك فيه، الله يخليك يا باشمهندس، والحمد تسلم. لله ربنا كرمنا وان شاء الله باذن الله تعجبك الشوايه ربنا المقدمه من يخليك بلاك اند ديكر، ويعجبك ربنا يبارك الخلاط، فيك. وعندك المكوى، وان شاء الله الجائزه تعجبك. خير ان شاء الله. شكرا يا انا باشمهندس، المشاكل ربنا لحضرتك يخليك، انا ربنا بشكر يبارك حضرتك جدا، كتر خيرك وبشكر كل الساده مشاهدينا ان ربنا شاء الله، يخليك. ويا رب الحلقه تنول اعجابكم وايرادكم في الشغل اللي احنا عاملينه. شغل عالي قوي ربنا يبارك في حضرتك. سهله يا باشمهندس، الله. لا طبعا احنا انا اصلا كيف مطبخ طب وبعمل تمام ما شاء الله. لا بتعمل اكل؟ اعمل اكل. طب قول لي بقى، اكتر حاجه بتبقى مميزه في البيت ايه؟ صينية الرواني ياه، ده انت دي من الحاجة بقى الله يرحمها، بتعملها انت اللي السمنة بتعملها؟ البلدي والخميرة البيرة، الخميرة خميره كبيره؟ مش الخميرة الفورية ولا الكلام لا، الفاضي ناخد ده. المقادير. استنى يا حمد، اديني المقادير. 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، 1 كوباية سمنة بلدي كبيرة، كوبايه سمنه بلدي كبيره، 1 كوباية سكر مع العجين نفسه، كوبايه سكر، كوباية سكر، حلو، 6 بيضات، 6 بيضات، واللهم صل على سيدنا عليه الصلاه محمد، والسلام، فانيليا، شعرة فانيلا صغيرة، شعرة فانيليا صغيرة، والسيرب يكون تقيل وبارد. تقيل وبارد زي بتاع بلح الشام والزلابية بالظبط، ده، جميل، يطلع من الفرن تصب على طول عليها. ما شاء الله، ده انت شكلك بتعملها بمزاج. لا هبقى اجي لك في يوم ناكلها. تشرفنا شكرا يا تشرفنا باشمهندس، شكرا ربنا يا باشمهندس، يخليك واحنا بالخير بنشكركم طبعا، وبنشكر الباشمهندس احمد كتر وعلى خيرك صليط الرواني اللي عملها لنا ربنا وفتح خير بقى نفسنا. يخليك. وده كانت الحلقه بتاعتنا النهارده، اللي اتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم، والسلام عليكم.